يقول له بالرمضان. السيب رمضان على تطلع قال لك باش غدوه الجوال كي يجيو هو هذا كيما يقول لك يقول لك هذو بنيه هذو من واش بهاك القرعه نتاعها مش يطلعوا هو باش يقول لك ماشي غير واحد راهم كل كل كيما هاك شوف شوف لا مسكين نكذب في السلك لاقيت مش شاف العامريه واه نكذب في السلك بلي سيب السلكات صاحبي عظيم عظيم هذا عاود وهو اللي هو كان رئيس الكتيبه نتاع العمليه نتاع بوسدرا واه كانوا تروا سكشن كان سكشن نتاع الوهراني وسكشن نتاع بشير بوسعيدي وسكشن نتاع هو رئيس الكتيبه يومين السبت والحد زاد هذه العمليه هذه نتاع ابو عبدوس يا ابو ذا ابو العشر في النحل وبوسدرا يقول لك جات البيعه على واحد اليومين هذاك البيع اللي جانا ما يشاف واحد هو ديركم من قلت لك حتى انا راني قد بون فرنسا داوه ما عرفوش باللي برمضان كان في مغنية في قناة تاع الجيني داروه قالوا ما نعرف البنت مشغولية واه اي بنت كارتي سلومي بنت بدل تاع لافابو بنت بالكارتي فات واحد بيا شافه فوق السلوم واللي يدير كي عند القرطه في المنطقه انهم برا مداكم تحوسوا عليه هو اللي راه بنت العمل شكون برا مداكم بنت العمل هودوه ملك هودوه مت سلوم داو هذاك عطاه واحد ما كانش بعد برا مداكم كان شكون كان شكون كان مهبل فرنسا صاحبي والله ذاك الوقت والله الا قلت له هودوه مت سلوم وتيراو عليه هذا برا مداكم السلام عليكم السلام الحاج تفضلي تفضلي نختار كي راك لاباس عليك ونعيط اسمح لي تفضلي اسمح لي جيت نسلم عليك يا 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 بدك تبردها عمر حاج حاج اك يا اك يا الحاج الله يبارك فيك ان شاء الله الخير ان شاء الله يا راحت الحجه يا عمر ايوا يبعثوا فيك وراه قلت لهم ما على باليش. واو قلت ما على باليش. حياتي. او شابو. هو في الخابية مسكين. ايه هو في الخابية. شفت الكوراج نتاع المرأة الجزائرية. الله يبارك فيك ان شاء الله يا الحمد لله بارك فيك وليدات ان شاء الله. انا على الخطر على الجيران والشباب. الله يبارك فيك. ان شاء الله يبارك ايامك ان شاء الله. أولي حيوان حلو ذاتك حلتي ثلاثة لدرجة مصدر